أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيون الحياة. وإن شاء الله النهاردة الحلقة بتاعتنا تبقى جميلة ومميزة وتعجبكم إن شاء الله. وهيكون معانا النهاردة الضيف أستاذ عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء. ومعانا برضو أستاذ محسن عليوة، أمين عام حزب حماة الوطن والقيادي العمالي. أهلا وسهلا بك يا أستاذ عبد المنعم. أهلا وسهلا بك يا أستاذ محسن. أهلا بحضرتك. مساء الخير يا استاذ محمود، عامل ايه حضرتك؟ أبارك. الحمد لله. مساء الخير يا استاذ عمالي، ازي حضرتك؟ شرفتنا النهارده. مساء الخير يا استاذ، ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذ محمود؟ الحمد لله فندم. كويسين استاذ محسن، الحمد لله. استاذ محسن، النهارده احنا هنتكلم بقى على دور العمال في مصر يعني. فما كنت عايز اسال حضرتك دور العمال في الاستحقاقات الدستوريه. الاول خالص يعني احنا طبعا المفروض ان شاء الله نبدا بالاستاذي استاذي استاذنا كلنا. اتفضل استاذ عبد المنعم، وبعد كده ان شاء الله بقى بعد كلامه ان شاء الله. اتفضل استاذ. مفيش شك طبعا انه العمال هي قوه كبيره موجوده في المجتمع. يعني انت عندك العمال في مصر، قوه العمل تصل لحوالي 35 مليون. العمال شريحه كبيره جدا من المجتمع بما حتى يملكوه من سواء اذا كان عمل او اسر او ابناء او زوجات. فبالتالي مهم جدا دور العمال سواء اذا كان في الاستحقاقات الدستوريه زي الانتخابات، زي مكونات المجتمع اساسا اللي هي بتبقى موجوده، فليهم دور كبير جدا. واعتقد انه من 2013 و14 في الاستحقاقات الدستوريه وانتخابات الرئاسه وانتخابات النواب على اكثر من مرحله وعدد كبير من التشريعات اللي اتغيرت خلال الفترة اللي فاتت دي، كان في دور كبير للعمال بشكل كبير خلال الفترة دي، وما زال حتى الآن يعني تمام بشكل كبير موجود. تمام. أستاذ محسن، طبعا الفترة الأخيرة كان في الاستحقاقين. الغرفة الثانية بدأت اللي هي انتخابات مجلس الشيوخ. طبعا دور العمال يمكن هو الدور الأبرز في أي استحقاق دستوري، لأن طبعا زي ما قال أستاذنا أستاذ عبد المنعم أن قوة العمل في مصر هي أكبر تنظيم موجود، هو التنظيم العمالي في مصر. فالعمال بيخرجوا بشكل منظم وما بيفيش توجيه للعمال. العامل بيخرج اللي بيوجهه وطنيته، لأن احنا الحمد لله عمال مصر هم في طليعة الوطنيين دايما، ودايما مهتمين بالقضايا الوطنيه. يعني دايما تلاقي العامل سواء كان في مصنع او في شركه او حتى العامل اللي هو البسيط دايما همه بلده، يعني دايما مصر في مقدمه اهتماماته. عشان كده احنا شفنا في الانتخابات الاخيره الخروج للعمال كان كتير، يعني بشكل منظم زي ما بنقول. والحمد لله رب العالمين، يا رب تعدي كل استحقاقات مصر بالشكل اللي تتمناه الجماهير المصرية والقيادة المصرية. وهل كان في اختلاف بقى حضرتك بين الفترة السابقة والفترة الحالية في دور العمال يا استاذ عمال؟ لا، هو دور العمال طبيعي، هو الانتاج، وفي نفس الوقت تواجد العمال بشكل كبير في مصانعها. لا انا بكلم حضرتك، كان قبل الثوره مثلا، يعني تقييمهم قبل الثوره وبعد الثوره، هل في حصل فروقات؟ اكيد طبعا. ولا اكيد التحديات بقت اكتر، الظروف فيها صعوبات كتير بتقابلهم بتواجههم، لكن عندهم جلد وصبر واستمرار في ان هم يمارسوا دورهم ويؤدوه بشكل جيد. كلنا عارفين من بعد 25 يناير يمكن حصل حاجات كتير أثرت اقتصاديا واجتماعيا، لكن العمال خلال الفترة ديت قدرت تصمد قدام تحديات كتير جدا. يعني عايز أقول لك في أحداث اللي كانت بتدور في البلد، كتير من المصانع بتاعتنا كانت بتشتغل ومستمرة، وكانت عمالنا هي اللي بتحافظ أو بتحمي المصانع ديت، سواء إذا كانت قطاع خاص أو قطاع عام أو حكومي، هي العمال نفسها اللي كانت مستمرة. وإلا الأمور كانت بقت صعبة جدا وكنا نعاني منها لحد دلوقتي. صحيح احنا عانينا من خلال الفترة دي، لكن أعتقد الأمور مشيت في اتجاه صحيح بعد فترة من الزمن استمرينا فيها
في حالة ارتباك شوية، في ظروف اقتصادية صعبة، ظروف قبلت المصانع والشركات بتاعتنا الأعمال والتمويل بتاعتنا. أعتقد طبعا طبعا في تأثير كبير طبعا. أستاذ محسن، أنا شايفة أن العامل ليه القوة الحقيقية في تحقيق التنمية، أنت إيه رأيك في الموضوع ده؟ طبعا العامل زي ما أنا قلت وزي ما قال الأستاذ عبد المنعم وزي ما بتقول كل الحقائق، يعني أن هو عامل من أهم عوامل التنمية. العمال في الفترة ما بين ما قبل 2011 في يناير 2011 مرورا بالثورة والثورة الثانية في 30/6 العمال نسجوا ملحمة عظيمة جدا. لو احنا رجعنا بالتاريخ لورا شوية هنلاقي ان في كل الثورات المصرية كان العامل هو وقود هذه الثورة، وفي نفس الوقت خطا بخط بيحمي الوطن وبيحقق الانتاج. مصانعنا العملاقة اللي انشئت بعد ثورة 52، غزل المحلة والحديد والصلب اللي هي الحاجات اللي الأعمدة الصناعية برضو العاشر من رمضان. لا، العاشر من رمضان كان بعد انتصارات أكتوبر 73، بس أنا بتكلم عن فترة ما قبل ثورة يناير. لا، الفترة اللي هي قبل كده العامل أثبت إن هو العنصر الفاعل في المجتمع. لذلك كان التشريعات في سنة 1964 تقريبا كانت تشرع الدستور قال إن العمال والفلاحين يبقوا 50% من قوة البرلمان الموجود، مجلس النواب وقتها أو مجلس الأمة زي ما كان متسمي، كان 50% على الأقل لعمال وفلاحين، اعترافا من الدولة بحجم وقدرة العمال على التنمية. ما دخلت ثورة يناير وحصل بعدها طبعا انفلات أمني وانفلات أخلاقي، للأسف ما حدش يعني وقف وصمد زي ما قال الأستاذ عبد المنعم كده إلا العمال. ما فيش منشأة من منشآت العمال، وفي قطاعات مهمة زي قطاع البترول مثلا، زي القطاعات اللي هي الحدود اللي بتبقى ماسكة حدود البلاد اتأثرت. ليه؟ لأن العمال زي ما بقول لك وطنيين في المقام الأول. فالعامل عنصر هذا المنشآت يعني. بالظبط. لا بالعكس، ده هم يعني مثلا لو فرضنا إن كان في مصنع اللي فيه ورديتين مثلا، لا الأربع أطقم بتوع الورادي كانوا بيبقوا موجودين، هيروحوا فين ويجوا منين؟ لا قاعدين مرابطين، جزء يشتغل وجزء يحرس. تمام. يعني كانوا يعني بصراحة كان فضل في العملية يعني التنمية للشركات والمصانع والحاجات دي كلها. ده دورهم اللي هو دورهم في المجتمع، إنما دورهم في التنمية ما فيش يعني. لو حضرتك بصيتي للحياة يوم في حياة أي حد فينا هيلاقي إن العامل عنصر أساسي في كل حاجة. العامل هو اللي بينظف الشارع، العامل هو اللي بيصلح المركبة، العامل هو اللي بيصنع الصغيرة، العامل هو اللي بيصنع الكبيرة. العامل داخل في كل مناحي الحياة، فهو عنصر من أهم عناصر التنمية. لذلك واجب علينا كلنا إن احنا نعمل على تنمية العامل بقى. تنمية العامل واللقاء يعني لسه إن شاء الله ممتد، إن شاء الله هنقول فيه إن شاء الله. أستاذ عم منعم، رفع الوعي العمالي بالنسبة للمنتج المصري، يعني إمتى هنسمع بقى صنع في مصر بعيد عن الأقمشة يعني الحاجات اللي القطنية، إمتى بقى نسمع الحاجات دي كلها؟ حلو. هي محتاجة جزء كبير منها تبقى ثقافة مجتمع، ثقافة. مش ثقافة مجتمع ككل. تمام. يعني إن إزاي نشجع الصناعات المصرية أو صنع في مصر، ما يبقاش عندنا عقدة الخواجة، لأن إحنا عندنا منتجات كتير على فكرة مصرية تسد كل المناحي اللي احنا بنعوزها، وجوده عاليه جدا، وجوده سواء ده كان في اغذيه، في ملابس، في منتجات اخرى، في كله. تفتكر حضرتك ايه اللي ناقصنا؟ يعني احنا محتاجين ايه؟ احنا ناقصنا نطور الدنيا دي. لا، هو مش قصه نطور، هو زي ما بنقول كده يبقى ثقافه مجتمع. الكل يساعد على ان المنتج المصري يبقى هو ليه الأفضلية. وعلى فكرة دوت يمكن موجود في العالم كله، يعني حتى في أوروبا أحيانا في سلاسل التوريد وما شابه ذلك بيحددوا مواصفات معينة وبتاخد الأولوية هو منتج البلد فيها، يعني مثلا في الإنشاءات، في بعض المنتجات الأخرى اللي بتستخدم في الصناعات، هم بيشجعوا وجود المنتج بتاع البلد أساسا في مواصفات المباني، في مواصفات تتعلق بالمصانع. في نفس الوقت احنا محتاجين برضو ان الدولة تدعم شوية الصناعة المصرية، يعني تقف جنبها شوية. تمام. وتساعدها وتدفعها لقدام.
لان انت مش بس عايز تشتغل على انك تنتج للاستهلاك الداخلي، انت مهم عندك جدا التصدير. التصدير مهم التصدير، لان التصدير طبعا عمله صعبه، وفي نفس الوقت انت عندك مشكله بتبني مصانع بايه، بمنتج برضو او بمصانع بتجيبها من بره او تكنولوجيا بتجيبها من بره، فمحتاجه عمله صعبه. انت محتاج الحته ديت انك تشتغل على التصدير بشكل كبير، في نفس الوقت تشجع المنتج في مصر وتديله افضليه عند المواطن، ازاي يتعامل مع المواطن او يستخدمه. انا شايفه التعليم المصري دلوقتي بقى يهتم بالتعليم الفني على اكمل وجه، يعني دلوقتي التعليم الفني بقى ليه مقام، يعني ليه مقام عندنا، وبنتجه ليه علشان اولادنا يدخلوه، بقى ليه وضعه. يعني كان الاول التعليم الفني ده ملهوش اي قيمه، دلوقتي ان يعني اي ولي امر بيودي ابنه للتعليم الفني بياخد المجال بتاعه ويتخصص فيه، ممكن يبقى مهندس كمبيوتر بالتعليم الفني، مش ضروري اللي هو يدخل كليه الهندسه. صحيح، صح يا فندم. هو احنا العامل الفني مطلوب في مصر بشكل كبير جدا، ومش مطلوب في مصر بس، مطلوب في العالم كله. والعامل المصري بيتميز عن غيره بكتير لو وفرت له الامكانيه. العماله الفنيه في مصر احنا عندنا ازمه فيها، يمكن احنا بنحاول نشجع العمل الفني، وبنشجع من خلال مراكز تدريب ومدارس فنيه، وحتى لما بنحول النهارده الجامعات لجامعات تكنولوجيه فهو في نفس الاطار، ان هو ازاي نخلق عامل فني لان يفيد المجتمع، يفيد المجتمع ويبقى له فرص عمل اكتر. انا شايفه ده ممكن يطور برضو من الصناعات بتاعتنا والانتاج أكيد بتاعنا، اكيد طبعا، اللي احنا برضو بنشد ليها، اللي احنا برضو نعلي الاقتصاد يعني بتاعنا. عايز اقول لحضرتك مثلا دوله زي المانيا، وهي دوله صناعيه، بتوجه 70 60% من التعليم بتاعها للتعليم الفني. يعني ما بتعتمدش على التعليم. المشكله اللي موجوده عندنا هنا ان اغلب الكليات والمعاهد والقطاع الخاص اشتغل في التعليم، فاصبح البكالوريوس والليسانس ومحاوله الحصول على شهاده هي مش مطلوبة في السوق. لكن العامل الفني مطلوب. لكن عندك مشكلة بتواجه العمالة الفنية زي العمالة الحرفية اللي احنا محتاجينها، هي نظرة المتدنية ليها في المجتمع. بالضبط. لان الميديا والدراما والحاجات دي كلها اظهرتهم بانهم من مجتمع بلطجة، وانهم سلوكهم مش مناسب. ودي محتاجة برضو شغل، سواء اذا كان من الاعلام، سواء اذا كان من مؤلفي القصص والروايات والمسلسلات. بالزبط. ازاي نعلم من قيمة العمل الفني، العمل الفني في المجتمع، ونساعده على انه يبقى موجود، ما يعزفش الشباب على انه ما يشتغلش فيها. بالزبط. كتير من الشباب بقى مش عايز يتكسف، يقول لك انا هدخل التعليم الفني. مش محتاج، هو يقول لك انا خلاص انا ليه هروح التعليم الفني. لا يعني هو بقت المهن ديت محتاجه ان الدوله تبص لها بشكل او تاني. الاسره المصريه بتوجه ابنائها لاتجاه معين عشان يبقى خريج طب، هندسه، محامي، يبقى كده. هي يعني هي هي تانية. الاسره برضو ما هي معذوره، ليها دورها طبعا. هي ليها دور لكن زي ما بنقول الميديا والدراما ظهرت اصحاب المهن دي بانهم من بيئه مش كويسه، ان سلوكياتهم مش كويسه، انهم متعاطي مخدرات. كتير من المسلسلات والافلام بنشوفها بالشكل ده، وبالذات في اخر فتره. فبقت برضه حتى الاسر بتخلي ولادها تعزف عن انها تروح مهنه من المهن دي. بس انا شايفه دلوقتي اللي فيه اهتمام بالتعليم الفني الدوله من فوق، القياده السياسيه مهتمه بده، فده محتاج من الكل يشتغل عليه، لانه حاجه كويسه جدا مطلوبه في السوق وبيكسبوا كويس جدا. يعني في مهن كتير مطلوبة، لو احنا النهاردة ما وفرناش العمالة الفنية ديت يبقى خلاص العمالة الفنية دي هتيجي من بره، يبقى احنا بنزود في البطالة اللي موجودة. بالظبط. ازاي نعالج الجزء دوت، ده محتاج شغل من ناس كتير، وزارة ثقافة واعلام وشباب ورياضة والنقابات. احنا كنقابات عندنا مراكز تدريب بنحاول ندرب الناس على المهن المطلوبة في السوق والحرف. حاجة تانية، العامل الفني من الممكن بيشتغل مش محتاج صاحب عمل، هو ممكن يبقى هو لوحده كيان بيشتغل في السوق وبيحقق نتيجه كويسه وبيكسب. حاجه جوهريه هتبقى مقننه نستفيد بيها طبعًا. كلنا طبعا في الدستور. طب انا هستاذن حضرتك في حاجه بس، يعني كلام شيق طبعا، بس هاخد فاصل. مش عايز تخرج مني. لا خالص. طب اتفضل حضرتك، اتفضل. التعليم الفني الدستور تمام. الاخير دستور 2014 في ماده 20 الزم الدوله بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب التدريب المهني وتطويره والتوسع في انواع التعليم الفني بكافه ايه؟ بكافه انواعه وفقا لمعايير الجوده العالميه. تمام. ده معناه ايه؟ معناه ان الدوله
عايزه تخرج الى الاطار الصناعي والانتاج من الدايره اللي احنا محكومين فيها. يعني انا النهارده كم خريجي كليه التجاره مثلا، كليات التجاره على مستوى مصر، على مستوى الجامعات، الاف بتتخرج. طيب الدوله مش هتقدر توفر فرص عمل للعدد ده كله خالص. لكن لو احنا اتجهنا للتعليم الصناعي اللي هو التعليم الفني واولناه الاهتمام الكافي، وبس على اسس طبعا اكاديميه يتاخد فيها راي الناس اللي هم يعني عندهم القدره على وضع مناهج علميه تمام تؤهل ابنائنا لان هم يكونوا فعلا فنيين. الفني انا عايز اقول لحضرتك بره التعليم الفني تمام مكانته ليه مكانه عاليه جدا جدا, جدا. يعني الراجل التكنيكال ده او التكنيشن يعتبر راس مالي، راجل عمله صعبه واحنا كان عندنا كده. لكن مستوى التعليم الفني حاليا، المدارس الفنيه الصناعيه اللي هي الثانوي حقيقي الولاد داخلين، انا اسف، زي ما بيخش زي ما بيخرج. لا بد ان احنا نطور المناهج بما يتناسب مع المرحله الحاليه. المرحله الحاليه مرحله تكنولوجيا، مرحله انا لو معلم ولادي الصناعات والصناعات التكنولوجيه كمان في فتره ما بعد الازمات الصحيه بتاعت كورونا بقى في العمل عن بعد، اكيد هنتكلم فيها باستفاضه العمل عن بعد. فاحنا بقول لحضرتك التعليم الفني تمام. الدوله متوجهه ليه تمام. بس هي محتاجه مناهج علميه وعي ثقافي. وطبعا زي ما قال استاذ عبد المنعم هتشتغل عليه مؤسسات الدوله كلها عشان نمسح من دماغ ابنائنا وعائلاتنا ان الراجل العامل اللي هو الفني ده بتاع التعليم الصناعي او كده ما هوش القسطه، ما هوش تمام. بلطجي لا طبعا خالص خالص. القسطه دي اتعمل لهم افلام زمان قيمت يعني ايه. معلش انا اسف يعني استاذ عمنا طبعا قالها، بس برضو يعني برضو في برضو الانتاج الفني وفي بعض الميديا هم اي نعم اكثرهم بنسبه كبيره دعم الموضوع ده على اساس ان هم مش حلوين وبيئه شعبيه وهم كده، بس في الاخر لا ده هم اللي خدمين البلد، عايزين البلد هم اللي خدمين، عايزين الحاجه اللي بس تنفع من مستوى. انا كنت هستاذن حضرتك وجاوبنا عليه بعد الفاصل. كان استاذ عبد المنعم كان بيتكلم على شعار صنع في مصر، احنا كنا اتكلمنا عليه، واستاذ عبد المنعم كان قال ان الدوله المفروض تدعم. هل الدوله هتدعم ماليا ولا هتدعم معنويا؟ وان شاء الله حضرتك ترد عليا ان شاء الله. فاصل ونتواصل باذن الله. اهلا بحضراتكم من جديد. استاذ محسن حضرتك السؤال الاخير، سالت حضرتك السؤال اللي هو دور الدوله في الدعم لنا، اذا كان دعم مادي ولا معنوي بالنسبه لرفع شعار صنع في مصر. اولا عشان خاطر نرد على السؤال دوت، اولا لابد الاول الدعم هيبقى دعم مالي بيتقدم في صوره اعفاءات. يعني احنا المستثمر او المستثمر المصري اللي هو اللي عايز يعمل مشروع، وده باين قوي بس طبعا مش بالحجم الكبير في المشروعات الصغيره، اعفاءات اللي بتتقدم تمام. للاستثمار والتطوير الصناعي اعفاءات كتيره جدا، اعفاءات جمركيه واعفاءات ضريبيه، ده يعتبر دعم مادي بشكل غير مباشر تمام. لان انت المفروض انك انت لو دفعت للسلعه دي جمارك هتبقى قيمتها كذا تمام. لو دفعتها لها ضرائب هتبقى قيمتها كذا. فده في الدوله بتقوم بفعلا بالدفع بالدعم المالي. اما الدعم الفني اللي هو ان احنا بقى عايزين نطور الاجهزه ونسمح بدخول المعدات اللي حضرتك كده ضفت الدعم الفني كمان. ما انت طالب مني دعم إيه؟ مادي ومعنوي. الدعم المعنوي ان احنا نشجع المنتج بتاعنا، نشجع المنتج المصري اللي هو نفتح افاق ليه، نفتح افاق ليه. وزي ما قال برضو الاستاذ عبد المنعم، وزي ما هو موجود، مصر ليها في الانتاج في حاجات كتير جدا وبيتم تصديره. احنا بنصدر بقى كبير بس للاسف يعني لا احنا عندنا ركود شويه. احنا عندنا انتاج زراعي بيتم تصديره، بس خلينا نكون متفقين برضو ان يعني دول كتيره بدون ذكر اساميها يعني احتلتنا في الموضوع ده. ما فيش مشكله، يمكن يكون الظروف اللي مرت بيها مصر. يعني احنا قعدنا من 2011 لحد وقبلها لحد لا خلينا فاسه في المرحله دي. كانت عندنا موردنا قلت جدا، لان طبعا كل مناحي الحياه في مصر اتقفلت نتيجه الانفلاتات ونتيجه الناس اللي كانت عايزه تدمر اقتصاد البلد. فعشان البلد تقف تاني احنا بدانا نعمل بنيه تحتيه. البعض بيحاول يشوي لا والله الحاجات اللي بتتعمل، وقلنا قبل كده وبنقول، بتسهل جدا من عمليات استثمار. يعني انت لما بتنشئ مدن جديده
ما انت بتخلق حياه، بنفتح مجال جديد. تمام. فالدعم المعنوي ان انا اشجع الصناعات دي، اشجع المنتج بتاعي، وانا اسف ما يعني اللي اقدر انتجه بلاش استورده. يعني انا اللي اقدر انتجه في بلدي بلاش استورده، خصوصا في مجالات الادويه، في مجالات ادوات التجميل. انا مش مهم يبقى عندي حاجات جايه من فرنسا، طب ليه ما انا انتج يعني اعمل منتج والعطور. واحنا كنا صناع عطور، مصر كانت بلد بتنتج. تمام. فاحنا نرجع لده، فده الدعم المعنوي. انما الدعم الفني بقى ان انا اسمح واسهل دخول المعدات والماكينات والالات اللازمه لتطوير المنتج. وده يندرج تحت ايه؟ المادي. يعتبر برضه مادي، يعتبر دعم مادي. بيتقيم فلوس يعني. بيتقيم في الاخر بيبقى فلوس. ايوه صامن اتفضل. لا انا بقول يعني انه في الاخر ده بيتقيم كفلوس يعني. يعتبر اصلي. الكلام ده كله يعني حتى احنا حاليا نلاحظ احنا كل فتره مش بعيده بتبقى بيتعدل حاجات في قانون الاستثمار. ده حقيقة. هي محاولة تشجيع المستثمر اللي هو والطرق اللي اتعملت دي يمكن من اشجع الحاجات الكتير. لكن احنا بنتمنى انه يبقى المستثمرين جادين اكتر. طبعا. وعندهم يعني انتماء اكتر. انتماء اللي هو يعني القصة ما تبقاش مكسب في اتجاه واحد. أيوة. لا لازم نستثمر التسهيلات ديت لصالح البلد بشكل كبير. لان حضرتك شايف لما هم بيستثمروا او بياخدوا بيستوردوا حاجات من بره بتبقى الفرصه ليهم في المكسب اكتر، فهم بيبقى برضو الاستثمار بتاعنا بيجيله بيبقى في نسبه هبوط. طبعا. فهم لو هم برضو شجعوا الصناعه بتاعتنا المصريه وكده وظبطوا الدنيا هنا تبقى الدنيا متفتحه اكتر. لا من أكيد كده طبعا. انت بتوفري فرص عمل جديده. بتقدري نفتح مصانع. نفتح مصانع بيبقى في ضرائب بتدفع فرص للشباب جديده. طبعا والضرائب اللي بتدفع ديت برضو بيبقى فيها استثمار للبلد وحاجات. أكيد. هو بس بخصوص الجزئيه ديت انا دلوقتي المستثمر انا بقدم له تسهيلات. مستثمر الاجنبي انا بقدم له تسهيلات كتيره جدا. طيب انا في المقابل عايز الزمه ببعض الحاجات. يعني احنا لابد ان احنا لما نتكلم يبقى عندنا برضو حته شفافيه شويه. انا عايز الزم المستثمر بانه في كل مشروع بيتعمل جوه البلد فرص عمل محدده الزامي. مصري. انا شغل وانا اشغل ولادي ازاي؟ اذا كنت انا مثلا زي ما قلت لك بخرج من كليه التجاره كذا، من كليه الحقوق كذا، من كليه وما فيش سوق العمل واقف. انا قاعدين على تمام والناس قاعدين. فانا الزم المستثمر الزمه هنفتح لنفسنا مجالات عمل في القوانين كثيرة. انك انت هتيجي تستثمر في بلدي انا هسهل لك الغاز وهسهل لك الكهرباء وعملت لك طرق كويسه وبعفي لك الحاجات من الجمارك ومن الضرائب. خش يا عم واشتغل، بس انا عندي شرط المنشاه دي يبقى فيها كذا ايد عامله مصريه 80% مثلا. زي ما يكون بقى الدوله هي اللي يجيب كوادر برضه تدير الموضوع. اهلا وسهلا بالخبير اللي يعلمني. الخبير وكوادر الخبير اللي وبعد كده تنقل الخبره ليا ابدا انا اشتغل في المجال عشان خاطر ابناء بلدي يشتغلوا، مش التكنولوجيا تقعد لي الناس وبعد كده يبقى انا لا. يعني احنا عايزين دلوقتي نستثمر طاقات العمال وخلق جو الابداع. ايه رايك يا استاذ محسن؟ هو اتفضل حاجه عبد المنعم عندك رد ولا حاجه؟ استاذ عبد المنعم عندك رد كده؟ لا هو سؤال صعب. احنا عايزين نستثمر طاقه العمال ويبقى في نوع من الابداع. محتاج حاجات كتير قوي. يعني اتفضل حضرتك. اتكلمتي عن التدريب ومراكز التدريب قبل ما تسالي السؤال دوت. عايز اقول لك ان مصر فيها حجم ضخم جدا من مراكز التدريب اللي موجود في مصر. اللي المفروض يستثمر صح عشان الناس تبدع. يعني قبل الاستثمار لطاقه العمال هنتكلم عن التدريب. طبعا. التدريب بتاع يعني احنا عندنا في مصر عدد ضخم جدا من مراكز التدريب. يعني عايز اقول لك ان كل وزاره ممكن في مصر تملك على الاقل 37 قولي 35 مركز في محافظات مصر. يعني حضرتك شايف اللي التدريب دوت هيعمل لنا موكب تكنولوجي يعني سريع لان خلي بالك التدريب ما فيش حاجه اسمها ان انا بدرب النهارده وخلص الموضوع. التدريب ده عمليه مستمره. التكنولوجيا متغيره ومتطوره بدرجه سريعه جدا. فلازم العامل دوت يتدرب باستمرار. ويبقى ثقافه التدريب دي موجوده في المجتمع بشكل يعني يبقى صاحب العمل مؤمن بيها، المواطن مؤمن بيها، العامل مؤمن بيها، ثقافه التدريب مستمر. طب ديت بقى ثقافه التدريب ديت يعني لو واحد هينشا مصنع بيدرب العماله اللي عنده على اكمل وجه عشان ياخد منهم
اقصى مجهود واحسن اداء عمالي للمصنع بتاعه ينشئ لهم يعني زي مركز تدريب، مركز تدريب يتدربوا فيه قبل ما طب ما احنا نستخدم الطاقات اللي موجوده عندنا، احنا مش عايزين نلزمه بانه يعمل مركز تدريب، بس عندنا مراكز، عندنا مراكز التدريب موجوده، يتحدد البرامج اللي هم عايزينها ايه للمصانع بتاعتهم، ايه العماله عايزها بمواصفات فنيه ايه، تتوفر هذه البرامج داخل مراكز التدريب وتتدرب العماله دي وتبقى موجوده. مش كتير من اصحاب العمل في مصر حتى في القطاع العام وقطاع الاعمال العام مؤمنين بثقافه التدريب، واعتقد هو الخاص برضه شويه احيانا البعض بيعليه وبيتكلم عنه، لكن الحقيقه لا مش موجوده بشكل كبير، بدليل ان كتير جدا من مراكز التدريب بتاعتنا ما بيشتغلش. انا قصدي على التدريب لو حد جاي من الخارج، يعني واحد اجنبي وجاي وليه ثقافه للمصنع بتاعه معينه وعايز يزرع البذره دي في العمال بتوعه، فاحنا مش يعني ممكن بقى يبقى هو يعمل المركز تدريب يعني، ولا هيبقى ليه بره؟ لا يعني اعتقد دوت حضرتك المستثمر اللي جاي ده وجاب الكادر معاه، طب ما في ايده عمال هيدربهم في نفس المصنع. ما احنا عندنا العمال بتوعنا مش هيبقوا متدربين، لا هو هياخدهم هيدربهم في المنشأة، يعني هو لو انشأ مصنع معين هو طبيعي جدا ان هو لو هو جايب فكره وجايب معاه كام خبير اللي هو جايبهم اللي هم هيبداوا الستارت بتاعته هيجيبهم دول العمال بتوعنا اللي هيخشوا سواء كانوا مهندسين او فنيين او عمال عاديين هياخدوا الدورات اللازمه لكل مستوى وظيفي او مستوى فني. يعني انا اللي بيشتغل في مهنه معينه بياخد التدريب اللازم ليها. يعني انا هقول لحضرتك حاجه، احنا في ظل التطور التكنولوجي السريع جدا ده احنا النهارده يعني كل يوم زي ما بيقول كده الصعب كل يوم في جديد طبعًا. تمام. فانا عشان اواكب دوت لازم مراكز التدريب بتاعتنا تشتغل. يعني النقابه العامه اللي عاملين بالبناء مثلا عندها مركز تدريب ضخم جدا، انا زرته تمام. على المستوى الشخصي يعني تمام. كبير جدا. القطاعات الاخرى البترول الزراعه عندهم مراكز تدريب وعندهم مدربين. عندنا الجامعه العماليه فيها ناس بيعملوا اللي هي دورات تدريبيه، لا بيعملوا التدريب على السلامه والصحه المهنيه اللي هي السيفتي اعلى يعني اعلى مؤسسه تدريب في الامن الصناعي. احنا تابع لوزاره القوى العامله وعندنا مراكز خاصه بكده. بس احنا للاسف الشديد برضو التدريب على شقين يا استاذ عبد المنعم، الشق الاولاني المدرب والجهه اللي بتدرب والجزء الثاني على المتدرب. 90% من المتدربين الحاليين اللي هم جوه الوظائف، مش هقول الجديد اللي جوه الوظائف، بياخد التدريب على انه نزهه. ده حقيقي. انا قلت الكلام ده في مكان عملي قلت انه هو بيروح عشان خاطر ساعه كده وياخد اجازه عشان ياخد اجازه. لا ما انت ما انا قلت برضو يعني واقول لك واقولها برضو دلوقتي يا جماعه، اي واحد ياخد كورس تدريبي على حساب المنشاه اللي هو شغال فيها، قطاع عام قطاع خاص قطاع اي نوع من انواع القطاعات اللي موجوده، يرجع يدرب زمايله ويقول ان استفاد ايه، يعمل تقييم لهذا التدريب ويقدمه، ولو ما كانش استفاد بالتدريب ده يتحمل بقيمه الكورس التدريبي، لان الدوله بتصرف في التدريب كتير جدا، المؤسسات بتصرف في التدريب. فالتدريب احنا محتاجينه فعلا عشان خاطر ننمي عمالتنا يعني. طب بالنسبه لاستثمار طاقات العمال يا استاذ عمال، ليه اديت ليهم تلبيه احتياجات وكده وتوفر لهم اموال وحاجات، هل دي قضيه امن عام ولا امن وطني؟ امن قومي. امن قومي ايا كان، اهم حاجه تبقى قضيه. اي امن. اي امن، بس اهم حاجه احنا يعني تندرج تحت يعني مع الحكومه. لا هو موضوع يعني السؤال نفسه يعني عايز يتركب تركيبه ثانيه. لو تعيدوه لي ثاني اقول لك. لا هو استثمار، انا اقول لحضرتك استثمار طاقات الشباب، استثمار طاقات العمال وتلبيه احتياجاتهم يعد قضيه امن قومي للدوله. امن قومي للدوله بمعنى ايه؟ انه انت لابد ان الطاقات بتاعت الشباب دي تستغلها، نستفيد بيها وتستفيد بيها. هنا اللي احنا بنقول الدور بقى ايه؟ دور مراكز التدريب ودور التعليم الفني وانك ازاي تخلق فرص عمل للشباب، والا الطاقات دي كلها هتتوجه لحته تانية. وخلي بالك ان احنا كل ما بنوفر فرصه عمل او بنخلق فرصه عمل
خلاص قضينا على مشكله واثنين وثلاثه واربعه. تمام. انا عايز بس اركز على موضوع التدريب لانه من المواضيع اللي مهمه في مصر. تمام. بنقول ان في حجم كبير جدا من مراكز التدريب ممكن تلعب دور كبير جدا في عمليه التعليم الفني، ولازم نتعلم من التجارب اللي خضناها قبل كده. يعني كتير سمعتوا عن مشروع مبارك كول، وهذا المشروع كان مشروع رائع جدا لكنه جه في الاخر وفشل. فشل لانه تم استغلاله استغلال خاطئ. لازم نعيد تقييم كل اللي تم قبل كده، ويتعمل لمراكز التدريب دي كلها زي تكتل عشان خاطر ما نهدرش برضو اموال الدوله واموال الاخرين، ويبقى فعلا بنطلع منتج للسوق. ما هو اللي طالع يشتغل في السوق دوت هينتج ومنتج. تمام. خلي بال حضرتك التدريب مش بدرب بس، ده المدربين بتتدرب، يعني العمليه مستمره، ده بيتدرب وده بيتدرب. كل الكوادر والعاملين اكيد بيتدربوا. احنا في المباني تكنولوجيا المباني اتغيرت كتير جدا عن المفاهيم اللي البعض وفاهمها، يعني النهارده ما بقاش في الحبل والدباره والكلام ده كله، بقى في حاجات ليزر، وبقى في المساحه بالليزر وغيره وغيره وغيره. لا كل ده بيتغير دلوقتي، بقى في تكنولوجيا جديده. اكيد طبعا. لو ما واكبهاش العامل المصري مفيش فرص ليه بعد كده. اكيد طبعا. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. هنسال استاذ محسن. ازيك يا استاذ محسن؟ عامل ايه؟ استاذ محسن انا عايزه بقى اشوف الاثار المترتبه في سوق العمل بعد ازمه كورونا. طبعا كل السوق المصري تاذى بازمه كورونا ديت. تمام. فعايزين نتكلم برضو على الموضوع ده حضرتك. بالنسبه لازمه كورونا على مستوى، مش على مستوى مصر، هو على مستوى العالم. العالم كله. هي ترتب عليها طبعا اضرار كتيره جدا في سوق العمل. تمام. ناس كتيره جدا قعدت، ويمكن تكون، يمكن الناس هتزعل مني لما اقول ان احنا اقل بلد عمالها او 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 قطاعها اللي هو القطاع الحكومي يعني اتاثر وقعد. لا، احنا الحمد لله مرتبات الناس انا بشكر الدوله فيها ماشيه زي الفل، والست المعيله قعدت في البيت، الست اللي عندها طفل واللي عنده مرض مزمن وكده، اتعملت قرارات جيده جدا. وبقى ليهم راتب شهري. كل، لا، مرتباتهم ماشيه زي ما هي. انما اللي اتاثر او الاثار المترتبه على كورونا بانت في العماله اللي هي الموسميه والعماله الغير منتظمه. بانت قوي. فبرضو الدوله برضو قامت مشكوره بتخصيص، سياده الرئيس كان امر بان يتصرف مبلغ للعامل الغير منتظم، وكان طبعا محصور عدد قليل جدا اللي كان مسجل في بيانات الدوله، وبدا فتح الباب والناس تسجلت، وبعد ما سجلت صرفت مره واثنين والثالثه، وسياده الرئيس كمان من حوالي شهر مدها لحد تينيس. ايه؟ لحد نهايه 2020. ده اثر سلبي، اللي هو الاثار السلبيه ان قعدت ناس. في اثر ايجابي بقى اتعلمنا منه، اللي هو ايه؟ هتقول لي اثر ايجابي لكورونا؟ طبعا. ايه هو؟ التقرب الى الله. اللي هو طبعا التقرب الى الله، ما فيش كلام. طبعا احنا كلنا المفروض احنا نقدم. لا ولا ده بعيد على الحلقه. طبيعي. فعلا دي اول حاجه تقربنا لربنا. طبيعي. احنا لابد ان نكون قريبين من ربنا بكوارث او من غير كوارث. لا بس دي بالذات، الاصل في الانسان بالذات، يعني رجعت ناس كتير. الاصل في طبعا، بس الاصل في الانسان انه يكون دايما مع الله. ومن كان مع الله كان الله معه. طبعا. نرجع للاثار اللي هي الايجابيه. إن اولا خلقت نوع وانماط جديده للعمل. يعني احنا بقينا نقول طب اشتغلي من البيت، طب خدي معاكي الحاسب الالي بتاع الجهاز الكمبيوتر اللاب بتاعك واعملي لي الشغل عن بعد. دي وبدات طبعا كان الكونفرنس كلها بالظبط كده. بدانا نتعلم ثقافه جديده، نمط جديد من انماط العمل. الانماط الجديده دي اشتغلت عليها ناس في البلد بصراحه، في وتعلموها. في ناس اتمنى ان هم يبقوا ضيوف لحضرتك، بديك اسمائهم بعد الحلقه. يشرفوني. اساتذه في المجال ده، ممكن اذكر اسماء يعني؟ اتفضل. يعني الاستاذه الدكتوره ان شاء الله تبقى دكتوره منى عزت، اختنا وعزيزه علينا، دايسه في الحته دي وعامله ابحاث ودراسات جيده جدا في هذا المجال. وانا هترك بقى حته انماط العمل دي
للاستاذ عبد المنعم وابقى ارجع تاني مع حضرتك. استاذ عبد المنعم بقى انا كنت عاوز اكلم حضرتك في الانماط بقى. كان بيتكلم عن انماط العمل. كلمنا بقى عن انماط العمل لسه. لا بقى قبل بقى الانماط. لا لسه يا محمود هنكمل بقيه السؤال. اتفضل. لا هو طبعا يعني ممكن اقول ان في ايجابيات لكورونا لكن في سلبيات. في سلبيات واجهنا كمان في المستقبل. انماط العمل اللي بتتغير ديت ليها تاثير ممكن يضيع كتير من فرص العمل اللي موجوده حاليا. كتير من المنشآت اللي موجوده عندنا خلاص بقى موضوع الاونلاين هو افضل ليه. ما بقاش محتاج مكتب للموظف، ما بقاش محتاج وسيله مواصلات توديه وتجيبه. ده ايجابي وسلبي في نفس الوقت يا حاج. ايجابي وسلبي. ما هو ما هي دي المشكله. هل احنا جاهزين ان احنا نواجه حاجه زي دي؟ هل عندنا قوانين تحمي الناس اللي ممكن تشتغل من البيت ديت اللي هي ما تبقاش مرتبطه بالمصنع او مرتبطه بالشركه؟ كل الحاجات ديت واحنا على مشارف قانون عمل جديد في مجلس النواب في الفتره اللي جايه ديت يجب انه يتاخد فيه قصه انماط العمل الجديده ديت لانه اتطبق في الخارج قبل عندنا. يعني عايز اقول لك الاردن بتطبقه احنا. تمام. لا انا مع حضرتك بس انا كنت عايز دور النقابات. لا النقابات دورها يعني دور النقابات العماليه في الوقت الحالي. في الوقت الحالي هي النقابات بتشتغل عليه اولا هي حمايه حقوق العمال ومكتسباتهم والدفاع عنهم، لكن ليها ادوار تانية كتير جدا سواء اذا كان بالشكل التوعيه بين العمال بانها بترفع من مهاراتهم، بتحاول توفر لهم دورات تثقيفيه، بتحاول ان هي تشتغل على التدريب المهني الخاص بيهم، بتحاول ان هي توجد لهم فرص برضو عمل من خلال تشجيعهم على التطوير في الاداء بتاعهم. لا في ادوار كتير للنقابات بتقوم بيها او مطلوب انها تقوم بيها. من الممكن امكانيات النقابات بس اللي بتبقى محدوده شويه. النقابات العماليه بتعتمد على اشتراكات عمالها والعمال مش بالسخاء اللي بيدفعوه في النقابات. لا بتدعمهم بقى معنويا وماديا. ما هو معنويا في مجتمع بيتحول لراسماليه صعبه شويه لان الراسماليه برضو ليها مصدر منين هو العامل بس الا العامل انك بيدفع اشتراك عادي. احنا النقابات العماليه عكس النقابات المهنيه للاسف الشديد. فالنقابات المهنيه ليها موارد كتير جدا. النقابات العماليه ما لهاش غير اشتراك العامل. اشتراك العامل فقط بس غير. ويمكن انتوا نقابيه برضو بتعلمي تماما ان قيمه الاشتراكات دي لا تساوي جدا. انه ممكن نقول نوفر دورتين تدريبيتين يضيعوا كل الفلوس اللي بتيجي حصيله من العمال. ده اللي بيخلينا ازاي نفكر في تنميه موارد النقابات عشان تقدر فعلا تواكب الاحداث اللي بتحصل والتغير. النقابات لازم تقوى بشكل كبير ولازم ان القطاع اصحاب الاعمال يعترفوا بهذا الحق لانه للاسف هم بيعترفوا بيه لكنه لا يطبقوه. غير مفعل. هناك مضايقه مستمره انه يبقى في تنظيمات نقابيه تبقى موجوده انها تبقى بالشكل اللي هو احنا مش بنقول الند لكن النقابات دورها كبير جدا بانها تعمل شكل من اشكال التعاون بين اصحاب العمل والعمال بعيدا عن النزاعات وبعيدا عن المشاكل وبعيدا عن اهدار الحقوق. حق وحقك ما فيش مشكله فيها يعني. في النهايه المحصله هي مصلحه عامه للبلد. انا في قول كده بيعجبني او بقوله دايما، ايه هو؟ ان العمل النقابي ومصلحه العمل واللي هي اصحاب العمل خطين متوازيين. طول ما انا بحقق لك مصالحك في العمل اديني حقوق النقابيه. مش هنتعرض عمرنا لو مشيت كده. يعني لو صاحب العمل امن ان ده حق تمام اللي هو التنظيم النقابي ده حق. مصر موقعه على مواثيق دوليه تابعه لمنظمه العمل الدوليه و موقع عليها، فلابد مثلا انها تلتزم. رجال الاعمال او اصحاب الاعمال احيانا بيخرجوا عن الحته دي ظنا منهم ان النقابه بتعطل العمل. النقابي اللي يعطل العمل ما يبقاش نقابي مع كامل احترامي استاذ عبد المنعم، ما يبقاش نقابي. كان في ناس نقابيين اول ناس بيروحوا الشغل واخر ناس بيطلعوا من الشغل. أكيد. ده النقابي الحقيقي. انما النقابي اللي رايح، انا اسف برضو عشان ادي الحق الدوله حقها برضو طبعًا. النقابي اللي يروح الساعه 9 الصبح والشغل بيبدا من 7، لا انت ما خدتش العضويه دي
عشان خاطر تقعد في البيت او لا مؤاخذه تبقى براحتك، لا ده انت خدت عشان انت تبقى قدوه لزملائك لانك انت بتمثله. انا معلش انا بس عشان نهايه حلقتنا قربت تخلص، فانا كنت عايز من حضراتكم بس تقولوا حاجه للعاملين واللهم ونتكلم برضو للناس اللي هم اصحاب الخاص الاصحاب يعني العمل الخاص. العمل الخاص اتفضل يا استاذ عمنا. مفيش شك طبعا العمال هم السند دائما للبلد، حتى لو رجعنا كده 56 67 73 حتى في الازمات الاخيره كان العمال هم اللي في الصفوف الاولى اللي قدروا يحافظوا على البلد بشكل كبير بمشاركه كتير من اللي موجودين في المجتمع. رجال الاعمال واصحاب الاعمال والحكومه نفسها اكيد احنا في مركب واحده، لابد ان يبقى في شكل كبير من التعاون والمشاركه الايجابيه ما بين الاثنين. انا عجبتني الكلمه اللي قالها محسن خطين متوازيين وفكرتني كاننا في قطر لازم نوصله للاخر، فاحنا الركيزتين لوصول القطر ده للمحطه الاخيره. تمام. طبعا بنتمنى التوفيق خلال الفتره اللي جايه في مواجهه التحديات الكثيره. بس كنت عايزه برضه اسال سؤال استاذ محسن يعني بس عشان الهوا. انا شايفه اللي فيه طاقه عماليه مهدره، انت شايف ايه؟ لا هو في مش عمليه بس، هو في طاقات كتيره جدا مهدره. في ناس يعني هي حته وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ما بتتحققش بنسبه يعني الكمال. انما لو حققناها عندنا ناس كويسه جدا في مجالات كتيره جدا. لو خدوا فرصهم اكيد هيفرقوا معانا جدا في المستقبل القريب وفي الوقت الحالي. يعني الطاقات المهدره دي الطاقات مش مهم طاقات صناعيه وطاقات أيوة. لا الطاقه البشريه لابد من تطويرها وتنميتها والوصول بيها لاعلى معدلات الكفاءه عشان خاطر ده هيعود على البلد بالنفع. يعني اللي احنا بنزرعه بنزرعه بنحصده. أكيد. يعني اللي هتزرع وترمي في التدريب والتثقيف ورفع الكفاءه والحاجات دي هتبص تلاقي في النهايه المحصله انتاج كويس وجوده عاليه، وربنا يا رب يحمي البلد يا رب ويحرسها ويحفظها زي ما قال الاستاذ عبد المنعم وزي ما كلنا بنقول بنتمنى الخير. احنا بس اخر حاجه اتفضل يا فندم. رساله في دقيقه بالظبط. احنا كل يوم بنتعرض لمئات الشائعات. انا عايز اقول للعامل المصري ما تديش ودنك لحد. طبعا اوعى تدي ودنك لحد، عايزين يهدونا انما احنا ما بنتهدش. طبعًا ربنا طبعًا اللي تكفل طبعًا بحفظ مصر. طبعا ادخلوا مصر ان شاء الله ان شاء الله امنين امنين امنين. فاحنا ان شاء الله في امن وامان. واشكركم على على البرنامج وعلى اللقاء. انا بشكر حضرتك جدا وبشكر الاستاذ عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بشكر حضرتك جدا شرفتني. وبشكر الاستاذ محسن عليوه امين عام حزب حماه الوطن. لا انا امين عمال امين عمال حزب حماه الوطن. الامين العام هيموتني كده. ربنا يخليك. شكرا لك وشرفتنا ونورتنا. شرفتنا ونورتنا. شرفت بك يا استاذه. شرفت بك يا محمود. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.